عايز اطمن عليكي، احنا ولاد كار واحد يعني اسد، يهمني مصلحتك. طمن وحط في بطنك بطيخه صيفي كمان. بس النهارده يعني قابلت عصفور، الراجل اللي شغال معاهم قال لي كلام قلقني، خلى الفار يلعب في حبي. وقال لك ايه يا ابو فار انت؟ انا راضمن الواد ده بيحبك نص ما انت بتحبيه. كنت قلت ضحيت هوايا فداه على الاستاذ محمد عبد الوهاب، بس اللي انا متاكد منه ان الواد ده بيلعب عليك. الواد ده اخضر وطلعت امه وابوه ومعاه قرشين وبيتنطط علينا، انت عايز قرطتنا كلنا يا نوسه. العب غيرها يا خربوش، ولا اشوف لك واحده تانيه تضحك عليها بالكلام ده. معطلكش، انا عايزه انام. استني قبل ما تنامي وتحلمي فوقي لي شويه واسمعيني كويس. ابو باشمهندس عايز يجوزه بنت واحد صعب وشديد قوي، اه بالاماره اسمه عبد القوي شديد، العروسه بقى اسمها مها. مها يا نوسة. الله انت نمت زي الخيل وانت واقفه ولا ايه؟ والله الستاره نزلت. انت كذاب كذاب. مش مصدقني سالي عصفور، وانا اكذب عليك ليه؟ والله راي الخواجات جود ممكن. بس يا نوسة بس يا اختي ما تعمليش في نفسك كده، مش يمكن خربوش الكلب ده بيقول لك اي كلام وبيكذب عليكي عشان خاطر يوقع بينك وبين عمر؟ لا يا عسليه، مش عرف خربوش باسم اللي هيتجوزها عمر واسم ابوها كمان. يا بنتي مش يمكن بيقول اي اسامي؟ ده قال لي ان عم عصفور هو اللي قاله، ولما شافني مش مصدقاه قال لي روحي اتاكدي بنفسك منه. طب خلاص الميه تكدب الغطاس، بكره الصبح تروحي لعم عصفور وتساليه واعرفي منه كل حاجه. اللي هيخلي عم عصفور ياخد ويدي معايا في الكلام ده ما بيطقناش. عرفت ان خربوش ده كذاب وبيقول كلام ما حصلش؟ منين عم عصفور ما بيطقناش ومنين هيقف يتساير ويتحدد مع الجربوع ده؟ انا عارفه بقى يا عسليه، انا مش عارفه اعمل ايه يا عسليه، انا حاسه ان قلبي اتقطع نصين. لا لو النبي يا نوسه ما تعمليش في نفسك كده يا اختي، لا لو النبي ما تعمليش كده. طب بصي بصي انا عندي حل، الصباح رباح، بكره الصبح تروحي للبشمهندس عمر في الشركه وتسالي. خايفه يكون الكلام حقيقي، انا قلبي ما يستحملش كسره زي دي يا عسليه، انا ممكن اموت. بشكر يا اخويا. ما تعرفش باشمهندس عمر فين؟ الباشمهندس عمر لسه خارج من شويه مع حسين بيه. طب استاذ عصفور؟ لا عصفور ما اعرفش بقى في مكتبه ولا نزل تحت المصنع. عموما هو مكتبه هناك اخر مكتب على ايدك الشمال. طب تشكر يا اخويا. مش عاوز عقده في الخيط يا استاذ عصفور. يا استاذ عصفور. ايوه في واحده مستنيه حضرتك فوق في المكتب. واحده حلوه كويس ان انا لابس شيك النهارده. اتفضل. اتفضل يا باشا. زي ما قلت لك. ايه اللي انت عملتيه ده؟ انا كنت عملت ايه بس يا عم عصفور؟ ايه الحكايه اللي ما بينك وما بين الباشمهندس عمر؟ هيكون في ايه يعني؟ كل خير. كل خير؟ امال ايه اللي قاله خربوش ليا ده؟ قال لك ايه اللي يتشك في قلبه ده؟ قال لي انك دايره على حل شعرك مع الباشمهندس، مش عارف بتروحوا فين وبتيجوا منين. انت ناسي يا بت ان الباشمهندس ده خاطب بنت عبد القوي بيه شديد؟ هو عمر هيتجوز؟ ايوه هيتجوز. انت ايه؟ مالك زعلانه ليه؟ انت ناسيه نفسك ولا ايه؟ ولا بتفكري ايه بالظبط؟ فاهم اللي بقولك عليه؟ ابوه ده راجل جامد قوي، انتوا تقضوا اليومين بتوعكوا دول وبالسلامه يا فكيك، بدل ما ابوه يعلقكم ان حواجبكم ينزل فيكوا تحت. فاهمه ولا مش فاهمه؟ خد يا بت، خد يا بت، انا لسه ما خلصتش كلامي وكمان ما بترديش عليا. ماشي يا بنت حصل كفته.
رايح فين؟ تخيلت بس بواحدة قلت واحد صاحبي راح اشوفها. يا ابني ركز في مها، بلغت صاحبي بلغت صاحبتها. يلا تعال يلا يا عمر. قلت لك يا نوسة 100 مرة قبل كده، طول ما انت معايا اوعى تخافي. انا بحبك قوي يا نوسة، بحبك قوي ومستعد اقف قدام الدنيا كلها عشان خاطرك. انت ناسي يا بنت الباشمهندس ده خاطب بنت عبد القوي بيه شديد؟ انت ايه مالك زعلانه ليه؟ انت ناسي نفسك ولا ايه؟ ولا بتفكر ايه بالظبط؟ العروسه بقى اسمها مها. مها يا نوسة، انت نمت زي الخيل وانت واقفه ولا ايه؟ ولا الستاره نزلت؟ الله، ريحة الياسمين تجنن. انت كان المفروض يسموك ياسمين. ليه؟ هو اسم نوسة وحش؟ هو في احلى ولا اجمل ولا ارق من اسم نوسة؟ بالذمة عاجبك؟ والله عاجبني، بموت فيه كمان. عايزة تفهمين ان احنا لما نتجوز هتكملي شغل؟ نتجوز؟ أول مرة تقولها. وانت كنت فاكرة ايه؟ معرفش، كنت عايزة اطمن يا عمر. ايه يا نوسة؟ هو كل ده ومعنى في الثقة فيا ولا ايه؟ ما تفكريش كتير، الفكرة جيب الهم والمرض. نصيحتي ليك انا خربوشة، التفت لشغلك والخربوشة. نوسة انا عايز اقولك على حاجة، مش عايزك تخافي من اي حاجة خالص. طول ما انا معاكي وجنبك مش عايزك تخافي من اي حاجة. انا عندي حل. الصباح رباح، بكره الصبح تروح للبشمهندس عمر في الشركه وتساليه. وانا اللي بقول عليكي بنت عاقله تروح مع واحد في حته مقطوعه زي دي؟ الناس لو شافتك يقولوا عليكي ايه؟ ده العيار اللي ما بيسيبش بيت. وش اسمعيني كويس يا نمسا بنتي، احنا ناس غلابه صحيح وسريحه في الموالد وبناكل رزقنا يوم بيوم، لكن ما القرون ما يخليناش نبيع شرفنا. شرفك متسام يا رب، ولا مال الدنيا كله يخليني احط راسك في الطين. حبيبتي يا بنتي ربنا يخليك لي. الله، انت خارج ولا ايه يا باشمهندس؟ ايوه، ولو بابا سأل عني قول له اني خرجت ساعه كده وراجع تاني. الله، ما انت لسه راجع معاه من مشوار. بس افتكرت ان في حاجة تانية مهمة لازم